السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى بنات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وجيت لكم النهاردة بفيديو جديد بعد تعب شديد، طبعا تعب، يعني كان تعب فظيع الحمد لله، تعب ليا أنا وابني يعني، بس الحمد لله ربنا ستر. الحمد لله كنت تعبانة أنا وهو، تعب شديد جدا، فأنا كده الشقة طبعا متبهدلة خالص، هتشوفوا منظر طبعا فظيع في الشقة، لأن أنا بقالي أكتر من أسبوع أنا وابني تعبانين جدا. فبصوا كده المنظر، انا بس اللي كنت بحاول على طول اعمله المواعين، بس دي مواعين مطرح العشاء وكده. وبس هشيل بقى الحاجه اللي ملهاش لازمه كده، هشيل بقى كوبايه الشاي دي مطرح العشاء امبارح، علبه اللبن بتاعت ابني دي انا جبتها له عشان هو ضعيف وكده، فالدكتور هو ما بيشربش اللبن اللي هو التاني، فالدكتور قال لي هاتي له واحده من ديت يعني تقويه شويه، عشان هو الايام اللي فاتت دي ما كانش بياكل نهائي. والعلاج بتاعه بقى طلعت له العصير كده يشربه، بس مش عايز يشرب اي حاجه ولا ياكل اي حاجه. والله هشوف بقى كده، هشيل الحاجه دي كده خالص، هحطها في قلب الحوض ونشوف هنعمل ايه مع بعض. وبما ان كده احنا كنا رايحين للدكتور وكده، يعني كنت رايحه بالدكتور بابني وكده استشاره، فانا قلت نغير ريقنا باي حاجه لحد وانا راجعه من الدكتور عشان هتاخر وكده اجيب فطار وكده، فانا قلت اعمل لهم اي حاجه كده نغير ريقنا واشرب كوبايه نسكافيه يعني وكده، عشان تظبط دماغي وكده، لاني كنت فعلا مصدعه جدا. فانا كده عملت لهم فينو بجبنه وطبعا اللي كان عايز مربى عملت له، وعملت لهم جبنه بريزيدون كده جميله جدا هما بيحبوها. بس كده، وحبيت بقى ان احنا ايه نفطر يعني كده، ايه افطار خفيف. عملت كده النسكافيه بتاعي، وبعد كده بقى هنغير رقنا وكده، وبعد كده ايه اروح للدكتور وكده، ودي لابني العلاج بتاعه. وعملت له كده لبن خفيف، شوية لبن بساط يعني مش كتير قوي، عشان حاولت ان هو يشربهم وكده، هو مش حابب ان هو يشرب العصير ولا كان حابب ان هو يشرب اي حاجة خالص، فانا قلت اعمله شوية لبن كده يمكن يرضى يشربهم. عشان احنا خلاص فطرنا يا حبايبي كده، وقلت اقوم بقى كده انجز وقت اشرب النسكافيه بتاعي وانا بعين الحاجة. دول كده بخاخات بتاعت ابني عشان هو كان عنده ربو وكده، مضاد حيوي، فانا هلم له العلاج بتاعه كده واحطه له بقى في الثلاجة عشان ما يبصش وكده. قلت وانا بالمرة واقفة امسح الرخامة كده مكان ما عملت السندوتشات وكده. وبعد كده هروح بابني بقى للدكتور، بس حبيت كده اوريكم بقى الشقة منظرها عامل ازاي قبل ما اخرج. بصوا كده انا شغلت لهم الكرتون وكده في التلفزيون. ده غسيل كنت مطبقاه، كان تلممن على الحبل وطبقاه كده. بصوا منظر الأوضة عامل ازاي. طبعا لو وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسينيش بقى في اللايك. انا كده بقى كنت روحت للدكتور وجيت بقى، حبيت كده بقى اروق وابتدي الروتين معاكم، بس انا هبتدي باوضه النوم كده واغير نظام الاوضه شويه. قبل الشتاء بقى ودخلت الشتاء وكده، حبيت اغير نظام الاوضه شويه يعني وكده عن الاول. ويقولوا لي في الكومنتات برضو رايكم كده على التغيير ده اللي انا عملته. انا كده فتحت شباك الاوضه يهوي الشقه وكده، يهوي الاوضه يعني والشمس تدخل وكده. وهكنس بقى المكان ده بعد ما شلت الكومودينو من هنا، هكنسه عشان لما الف السرير يبقى المكان بتاعه تحتيه نظيف. وبس هنقل السرير بقى، بس مش هنقله معاكم بقى عشان كنت تعبانه جدا وانا بنقله غلبني بصراحه. هكنس بس المكان بتاعه كده وانضفه حلو. وبعد كده هنقل بقى السرير. بصوا كده انا نقلته هنا، خليت الشباك السرير عند الشباك، ونفضت طبعا البرقع بتاع الستاره دوت، ونفضت الشباك طبعا ولمعته. هنفض بقى كده السرير. عايزه اقول لكم برضو لو وصلتوا معايا لحد هنا من الفيديو ما تنسونيش في اللايك. انا غيرت كده مكان الاوضه، حسيت ان انا عايزه حاجه تتغير وكده. انا فرشت كده خلاص كل حاجه، والتسريحه وكل حاجه ظبطتها، وفرشت فردت الستاره يعني كده، قلت يعني اقفل الشباك بقى عشان الدبان والناموس وكده. بس كده خلاص كل حاجه تمام. ناقص بس على السجاد، سبته للاخر، قلت يعني ايه اما افرش الاوضه الشقه كلها مره واحده، تبقى ايه ابقى امسح مره واحده وافرش السجاد وكده.
طبعا منظر الاوضه دوت طبعا يستاهل ديسلايك مش لايك، بس برضه لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسينيش في اللايك على الفيديو. انا تعبت في الروتين ده جدا والتصوير في اليوم ده، خصوصا ان انا كنت تعبانه وابني كان تعبان. عايزه اقول لكم طول الفيديو كان مش مبطل عياط خالص. انا كده شلت الحاجه اللي على السرير عشان اسيب السرير تتهوى وكده، هشيل الفرش عشان اغسله طبعا. طبعا مطرح بقى العيا والبرد وكده، وبقاله كان كام يوم ما تتلمش ولا اي حاجه. هظبط بقى الاوضه كده، هلم الحاجه اللي عايزه تتغسل، انا لميتها كده عشان احطها تتغسل. طبعا الدولاب ما نسيتوش، لازم الدولاب اول ما بدخل الاوضه اروقها، لازم الدولاب برصه كده. ولادي بيبهدلوه، عايزه اقول لكم كل ما حد بيجيب حاجه بيبهدل الدنيا كلها، فانا هحاول كده اظبط الدولاب في السريع كده ان هو يكون ايه تمام. بصوا كده منظر الدولاب. لميت بقى الهدوم اللي على الشماعه اللي حابه ان هي تتغسل وكده بتاعت ولادي، لميتهم حطيتهم كده عشان اغسلهم. نلمع بقى كده شباك السرير مع بعض. تمام كده، تمام. خليت السرير بصراحة شباك السرير بيلمع وبيبرق كده. نفرش بقى فرش نظيف وكده، وريحة الأوضة تبقى جميلة. أنا بحط في البخاخ اللي أنا بلمع بيه، بحط فيه شوية خل مع شوية مية مع شوية معطر، بيدي ريحة جميلة جدا للأوضة وتعقيم. عايزة أقول لكم حاجة كده خيال. طبعا اسفه على ان انا صوتي تعبان وكده، واسفه طبعا على التاخير على فيديوهاتي، بس اعذروني طبعا وادعولي طبعا بالشفاء انا وابني. طبعا بقى ما تنسونيش في اللايك على الفيديو لو وصلت لحد هنا من الفيديو. انا حبيت ان انا افرش المفرش دوت كده. طبعا انتوا عارفين ان احنا داخلين كده في شهر 9 دوت، الجو بيبتدي في الاخر كده يبرد شويه، فبالليل بحس ببرد كده يعني شوية. فانا حبيت افرش لهم بقى الدفايات دي. تمام، شكلها جميل كده عليها سبونش بوب، هم ولادي بيحبوها جدا، بيحبوا السبونش بوب ده جدا، فانا جبت لهم المفارش بتاعتهم نفس الشكل اللي هم بيحبوه يعني وكده. ايه رأيكم بقى؟ عايزه اقول لكم بقى لو اول مره تشوفي قناتي اوعي تنسيني في الاشتراك واللايك. كده الاوضه بقت تمام خالص، وفردت الستاره طبعا علشان عشان الدبان والناموس وكده. خرجت هنا في الصاله بقى، برضو قلت انفض الانتريه كده عشان كان بقاله كام يوم ما تنفضش، طبعا كان مليان تراب ناعم. حبيت ان انا انفضه كده حلو حته قماشه. ومسكت كده جبت فرش نضيف للانتريه اللي هو الابيض ده. انا كان عندي فرشين طبعا، شلت واحد غسلته والتاني حطيته كده. خلاص الصالة انا شلت السجاد بقى، والاوضة بقت تمام، الاوض بقت تمام والصالة. دخلت كده على المطبخ بقى، قلت احط علاج ابني في التلاجة لان اديتوله مرة تالتة تانية اللي هو في وسط النهار. قلت كده شطب بقى المطبخ قبل ما امسح برضو الارض، يبقى المطبخ تمام. لميت كده، انا بحب اشيل المواعين خالص من الحوض واصبن الحوض، وبعد كده اغسل على نظافه احس ان الحوض قدامي نظيف يعني وكده. ببرونة ابني دي بقى انا بحب اشطفها كده، بس بغليلها ميه وبحطها في ميه وخل وكده. تمام كده، بس كده. ايه رأيكم بقى في الروتين دوت؟ نظافة طبعا وتشجيع كده. انا حطيت كده الببرونة ومعلقة ابني اللي بياكل بيها وكده في مية مغلية وخل. حبيت ان انا لمع كده المطبخ الرخامات، اصبنها ولمعها وكده، واحط كل حاجة مكانها. شلت كل حاجة طبعا من على الرخامات ولمعتها. البوتاجاز بقى بعمله بباور، لو انا حابة ان انا اعمله على السريع وهو مش وسخ قوي يعني بعمله بباور. كده بقى الشقة بقت تمام والمطبخ تمام. عايزة اقول لكم لو وصلتوا من هنا للفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والشير. هنا الصالة برضو بقت تمام، عايزة اقول لكم غيرت مكان الانتريه وكده. اوعوا تنسوا اللايك بقى.